السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة تحديات ومعلومات متنوعة. النهاردة إن شاء الله قلت أفرجكم كده على حاجة جميلة، لحظة خروج زغلول الحمام ما شاء الله من البيضة، وأدي البيضة منقورة أهو، ده أول زغلول خرج، وبالصدفة وأنا بحط لهم أكل لقيت الزغلول التاني خارج والبيضة عمال ينقر فيها، ما شاء الله طبعا أبوه أهو بيحامي عنه طبعا زي ما إحنا عارفين. اي اب وام على عياله زغليله بيبقى زي الوحش اهو ما شاء الله ممكن يضرب اهو. طبعا هناخد الصبح بيعض ازاي من الايد سبحان الله. وطبعا الكاميرا هتوضح هنا معاكم ويخرج الزغلول من البيضة. طبعا طالما بينقر كده طالما بينقر اهو هنشوف برضك ايه، هنفتح حاجات بسيطة في زغلول بيبقى محتاج مساعدة وفي زغلول بيبقى ايه عادي بيخرج لوحده. طبعا هنفتح حتة صغيرة كده ونشوف. طبعا هو لسه بينقر البيضة. طبعا في حتة فتحناها فيها نقطة دم هتبتدي ايه تخرج دم، يبقى ده لسه ايه يعني ايه ممكن يقعد لآخر النهار، فهو لسه هو بينقر اهو والنبض فيه شغال اهو زي ما احنا شايفين اهو. فاحنا نسيبه الافضل بحيث ان احنا ايه اهو بس اللي احنا ايه ما نموتوش، ممكن يخرج ممكن يموت. نحط البيضه تاني والزغلول ده عمره يوم اهو، ده اخوه ده اللي خرج من البيضه قبليه ما شاء الله عليه بصحه كويسه. طبعا زي ما احنا متعودين الاكل هو اللي بيخلي الزغلول بصحة كويسة، وابوهم طالما بصحة كويسة يبيضوا البيضة كويسة بكالسيوم ومش ناقصة مش ضعيفة. اشرب بيضة عليها لسه البيضة عليه، واهم حاجة يا جماعة الاكل والكالسيوم بيدي البيضة والكالسيوم حلو والزغلول بيبقى في البيضة كويس صحته حلو، ده عمره يوم ما شاء الله عليه كويس اهو. طبعا هنحطه تحت ابوه تاني اهو قاعد عليهم الاتنين اهو. طبعا ده ابوه مش عارف، كنت عايز اقول لكم امه بس مش موجوده، وده ابنه ده طبعا ده زغلول ما شاء الله عليه زي ما احنا متعودين. يعني حلقتنا النهارده بتكلم عن الاكل الصحيح بتاعه. بصوا الزغلول ما شاء الله طلع ازاي، طبعا الاب بيدافع هنا وهنا. طبعا برضك هوريكم الاكل. طبعا الاكل لازم يبقى متواجد قدامه ماما على طول بس هما ياكلوا ويشبعوا ويفضل فيه اكل. هوريكم برضك الاكل وافنطه لكم. طبعا دي مسقة الميه ودي الاكل اللي بيغذي الحمام ويخليه صحه كويسه. طبعا دي اسمها كلفة الحمام. اتكون بقى ايه الخلطه بتاعتهم ايه، فيها بروتينات عاليه زي الذره العويجه وزي القمح زي البسله، البسله الناشفه والفول والذره الصفراء والعلف، حاجات كتير. وعملنا حلقه عليها برضك على الاكل، انت لازم تجيب اكل كويس. ادي العلف اهو، ادي الاعلاف اهو، وادي العلف اهو، وادي القمح وادي الذره العويجه وادي الفول وادي الذره الصفراء وادي البسله، وبسله تانيه نوع تاني الاصفر ده، وطبعا بعض الحبوب التانيه اي بتبقى حبوب العطار برضك بيرماها في الكلفه دي برضك بتفيد الحمام. واهم حاجه تغذيه الحمام الصحيحه دي ينتج زغلول حلوه، البيضه بتبقى فيها كالسيوم حلو، الزغلول ما يطلعش ضعيف، ما يكون الاب والام جعانين بياكلوا زغلول وزغلول لا يموت، لا بيطلعوا الزغلولين حلوين ويكونوا هم شبعانين وبيشبعوا الزغليل وبياكلوا بعد الاكل كمان. فاحنا لازم ناخد بالنا من اهم حاجه الاكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين اهو طالما في تغذية حلوة ما شاء الله يبقى الزغلول جنبه هو واكل، الزغلول التاني بصحة كويسة طالع، وفي الجزء التاني اهو برضك بايض، اول ما يطلع برضك هنتابع مع بعضينا
وهوريكوا فرق التغذية بتعمل ايه. وادي زغلول اهو، كانت البيضة التانية كانت رايقة وطلعت زغلول وما شاء الله مأكلين اهو في النص اهو الأسمر، ودول ما شاء الله مطلعين زغلولين اهو برضه في التغذية الصحيحة، بيخلوهم ايه يبيضوا تاني وهو زغلول لسه صغيرين اهو. هنحط لهم برضك البيضة اللي تحتها معرفش تجمعها، ادي البيضة شيل الحجر اهو، ادي بيضة بطين اهو ما شاء الله، وادي ايه زغلولين لسه بتوعهم. ده طبعا الأسبق السنية زي ما انتم شايفين حضراتكم، طبعا الجزء التاني لسه بايض بطين بس لسه مرقش عليهم، ممكن مرقوش عليهم كمان عشان كان عندهم زغليل وكده مبهدلين الحتة. دول أصل الصوليات اللي طلعنا منهم كذا زغلول ورناكم الفيديوهات بتاعتهم. طبعا النهاردة حلقتنا عن التغذية السليمة للحمام، بيطلعوا زغليل ما شاء الله عاملة ازاي، وبرضك قلت اوريكوا لحظة خروج الزغليل من البيت عمر يوم، وابوهم لسه راقد عليهم اهو. طبعا في اي سؤال حضراتكم اكتبوا لي في تعليق ونرد على بعض. طبعا التعليقات طبعا احنا بنفيد بعض بيها، في سؤال مثلا سؤال عليا وحضراتكم عايزين تسألوا فيه بتسألوه، في معلومة برضك انت بتفيدني وانا بفيدك ونفيد بعض. طبعا ده تراث الذكر ده عشان زغليل، ده طبعا ده الجزء البايض اللي صورناه برضك قبل كده اهو، ده بايض اهو والبيض بتاعه ما شاء الله مغمق اهو، وهي ما شاء الله الحلقة النهاردة متجمعة اهو. برضك في زغلول اهو بينقر اهو اهي، لو الكاميرا توضح انا حاسس بيه بابلو اهو، جاية بالصدفة والله مش محدد، لا معرفش لو هينقر بيفقس، النبض شغال والله في ايدي عمال ينقر اهو، حتى لو شلت حتة كده منه اهو. النقرة بتاعته اهي برضك، هنصور لكم فيديو بس اللي هم ايه يطلعوا مع بعض. طبعا هي كده او كده البطين ما بنقروش مع بعض، يعني ده يوم وده يوم، يعني دي كده ايه سليمة. طبعا دي اول نقرة ليها ان شاء الله ايه هتطلع النهاردة، والتاني بكرة ان شاء الله برضك هصوره لكم، بس اللي احنا ايه نتابع مع بعض ونفيد بعض بالمعلومات. وده طبعا اهو طلع كده واحد والتانية لسه هتطلع، عضته فظيعة توجع الصباح. دول طبعا لسه بيجهزوا، خدنا منهم زغلول وحطناهم في العشة، وطبعا هصور لكم العشة وهنوريكم خلصناها ازاي وحطينا فيها حمام ازاي. ودول بردك قص ما شاء الله عليهم بردك مطلعين زغلولين اهم، ادي زغلول وادي زغلول بينقر اهو بردك. هنصور فيديوهات مع بعضينا بردك، هنشوف برضك هما يبيضوا ازاي ويشتغلوا ازاي برضه. طبعا في ناس كانت قالت لي العين بتاعتهم ضيقة، لا دي مسافتها كويسة بحيث اللي هو يطلع نتاعي يكسر عادي، وادي زغليله ما هو وبثبته برضك اللي هي العين عادي، هي واطية شوية بس ما شاء الله الذكر بيجيبها عادي ومطلعين زغلولين اهو برضك. وكده او كده الوسع لهم حلو، بس برضك يعني العملية كانت لسه بنظبط فيها، فهنقلهم ان شاء الله في مكان اوسع وكده. طبعا اي زغلول طالعة هنا هنطلعها عشة الحمام ونطير، وبرضك هنصور لكم عشة الحمام ونتابع مع بعضها. طبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لوصل كل جديد ونفيد بعض. وفي برضك حضراتكم او في اي سؤال اكتبوه في تعليق وهنرد عليكم ان شاء الله. حلقة النهاردة هي جت بالصدفة اللي احنا كنا بنصور لحظة خروج الزغلول من البيضة، طلع قص تاني بينقر بيخرج من البيضة. وأهم حاجة برضك التغذية السليمة اللي هي بتطلع زغل حلوة، اللي بيحب يربي وياكل زغليل أو يبيع زغليل أو تاجر في زغليل. طبعا ايه عايزين ايه التغذية أهم حاجة السليمة. طبعا وريناكوا الكلفة اللي بياكلوها، وبرضك هنعمل حلقة لوحدها عن الأكل وبيتباع فين وبيتجاب منين، ولو عايز تحط عليه ايه تاني وتضيف عليه ايه تاني كده.
طبعا شكرا ليكم وشكرا على تواصلنا مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.